حرقنا 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 ما اقدر اسوي اي شيء. اوه ماي جاد الله يقلعك يا كلب اللي مقلب كلب. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بلعبة رعب جديدة اسمها The Karaoke. عبارة عن طالبة حياتها عادية بس انها يعني في المدرسة توقع بعدين تروح الكاريوكي حاجة زي كذا، نشوف ايش يصير. ان شاء الله انكم تستمتعون معانا وهيا بنا. ايش اشتراك؟ أيوة. هذه قصة من مدرستي ايام الثانوي. يقول أنا كان في فريق كرة السلة وكان أتدرب مع واحد من أصدقائي، وبعدين في يوم من الأيام قلنا يعني نبغى نروح الكاريوكي يعني بعد ما خلصنا تمرين. هذا الخوي. أوكي السلام عليكم، كيف انت عالم؟ مية مية إن شاء الله. أوكي أيوة يلا نتدرب. ها أوكي يلا. الله عليك الله. انا عجيبه. ايزي ايزي فيرست تراي ايزي. اسكو سكند تراي ثيرد تراي فورث. ياها والله لا اجيبها اليوم يا كلب. دقيقه الماوس سريع اصبر. والمشكله في الماوس بس عسى كيف. اوكي ما جبت ولا واحده بس يلا مشينا. ليتس جو. اوه ايش ده يبغى؟ المدرب. اوكي انفجعت. تمسك يا سبيتا. يقول يلا انقلعوا البيت. طيب سمي 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 يلا هي حتنظف انا اطلع قبلها. ها اوكي نروح الكاريوكي ولا فين نروح يا شباب؟ واللي حتى الباب انفتح بسرعه. اخي الياباني يلا نغير ملابسنا وناخذ الاشياء. اوكي اوه ننظف. اوه هذا المزيل عرق والشنطه واخيرا الجزمه. يلا طيب نمشي نحرك على طول الكاريوكي. الكاريوكي لا باقي شيء. اوكي ايش ذا؟ ما شاء الله واو نايس والله. هل في شيء زياده؟ اوبن كلاكر يس. ايش فيه؟ مفتاح مفتاح البنت هذه صاحبتنا. طيب اروح اعطيها يعني ولا ايه؟ شباب ايش اسوي؟ اوكي يلا ناخذ السيكل. حركات في سيكل. طيب هنا في سهم شكله هنا. ايوه يلا يا جماعه الوضع والله مو عاجبني. اوه نايس والله يا اخي ايش ذي الاجواء ورب خوف. وانتم الله يهديكم يعني ما لقيتم الا تتدربون الساعه 2 مدري متى في الليل. هذا الشرطه هنا. كاريوكي يقول لي هنا. اوكي احنا نبغى كاريوكي. اوكي ها كل شوي لودينج لودينج. اوه ماي جاد الحاره ذي ايش ذا؟ ها ذس از سمو بيت واحد. طيب اكيد عبدو كان راح يصدمني يا اخي. انتبه للطريق لا افقع راسه. الله يفقع راسي ذحن انا بعد تجاوزوا. الوضع ما يطمن يا جماعه. فين ذا الكاريوكي؟ ايوه هنا سهم سهم. اه الله كلب واحد كلب كلب اقلع صوتك ذا. اح اح خلاص خلاص. او ماي جاد ندخل هنا. ما شاء الله هذا الكاريوكي اللي فيه. اوه الكلب يطاردني ولا ايش؟ ايش فيه؟ عساك ايش ذا الكاريوكي البعيد؟ ما شاء الله اعلانات في كل مكان. صدمني صدمني. الله يا ذي الحارة. حارة تعبانة. الو؟ رد. ايوه خويتنا. الو؟ مشي مشي. طيب وقفها الكوتش. اروح واغني يعني وهي باقي. يلا تمام. اوكي. انت يا بخير. هيكي هيكي يعني انا بخير. اوكي يلا الله يستر عليه بس لا توفى. طيب
وصلنا الكاريوكي ولا عادوا؟ هذا يقول لك كاريوكي يفتح 24 ساعة. نعم. شكل هذا من جد. اي والله هو. اوكي يلا. مواقف، نوقف السيكل. يلا دخلنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن. ايش ذا الوجه؟ لو سمحت يا اختي نبغى بس نغني، عندنا حجز. اي يلا غرفة 12. أريغاتو. العب. واحد عايش الجو في غرفة 7، احنا 12. ها يا اخي ايش ذا كله؟ شوف اللعبة يفجع، مرفع صوته. ها لا لا تقول لي. او ماي جاد، لا تقول لي صار لها مشكلة. هلو، هي كان يرمي مايكا. ايش تقول لي المدرب؟ تكفى والله، ما عاد ابغى ادخل اغني ولا شيء، بس يعني نمشي مع احداث اللعبه ونشوف. ستارت سينجينج. يلا صاحبتك راح تموت. نختار هذه الاغنيه. ليتس جو. اوه ميني جيم. اوكي ار اف في. يلا شباب. ايوه يا خويك راح يموت، ما عندي مشكله. اوكي انا ما اغني، المفروض اركز بس. لا ترى والله ضيعت الازر، اصبروا يا اخي. انا والله هامه بخوي يا اخي. ايش ذا الازر؟ ار في اف جلطني. الله يقلعه. بس والله ناس الحركه عجبتني. الله أريغاتو كوزموس. قوتارون كاريوكي أهم شيء عندها إنك تستمتع أكثر من إنه تعرق وكذا، فاهمي؟ هذه الفكرة من الكاريوكي. وبعدين اختيار غير موفق للأزرار الصراحة. أعرف يعني يقول لك 45% لا بأس. والله والله أنا أشوف إنها لا بأس. طيب يقول لك دحين خلنا نروح ناخذ لنا واحد عصير نروق، لأنه صوت حنجرة تعرفهم بعد الغناء. اوه يا هذه الاغاني من جد فجعتني. الله يقلعها. بسم الله الرحمن. يلا نروح نجيب عصير يا. طيب واحد عصير يا اخوان. نبغى كولا دايت لا اخوي. كولا دايت لهند. زيرو زيرو يا ابن حط. يلا ابغى كولا خربان يا اخوان. ايوه اوكي. ثلج اول شيء، حلو. بعدين كولا زيرو زيرو لو سمحت، لو سمحت. حلو. طيب ايش نحن؟ ارجع غرفتي 12. الله يقلعك يا ورع. بسم الله الرحمن الرحيم. عبودي وربي. ماي جاد ايش تبغى؟ خلاص معلش اني جيت غرفتكم. انا نرجع 12 يا اخوان. اتشني ماشي بذكر جديد. كيف؟ في كوب موجود من قبل. مين دخل غرفتي ويغني؟ مين؟ نشرب، خلونا نشرب لنا شوية. يلا نختار أغنية To The Future. أوه هذه الأغنية جوي 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 جوي. الأغنية جوي خلاص. الله الله يلازي الله يلازي شباب. المفروض هنا صعب تتيجي. يلا يلا نجيب سناك. يقول لك اوكي نروح نجيب لنا سناك يا اخوان. اتصل اخوي لو سمحت. نبغى سناك. اي نبغى نطلب. نبغى بيتزا ولا فرايد تشيكن ولا تاكايوكي. تاكايوكي كذا. يلا تاكايوكي. اوكي 3 دقائق ما مشكلة. خذ راح. غرفة 12. نعم صحيح أختي. تسأل لبسك حق الثانوي. أيوة إيش دخل؟ يا أختي الأكل الطريوكي طريوكي جاهز ولا لا؟ ده مرنتين شكله ما يرد. أيوة حرقنا.
يلا نطلع لها نروح نسألها. والله شكله جي جي. ما علينا من هذا. رقم 7. هاي فينها؟ أيوة ممكن في غرفة العمال. فين أروح لغرفة العمال يا ابني؟ فكنا من هذه المشاكل، ما نبغاها. قول 27 مرة منطرب. فين غرفة العمال؟ أيوة هذه. سمحت أختي أخوي. يلا ندخل ما في مشكلة. أوه أيوة يا بنت إيش في؟ يا خي الأكل الله، والله إنك قليلة أدب. كوكو ستاف روم. أقول ما أعرف أقرأ. فين أكلي؟ أيوه مو موتي إتاكدو وات؟ الأكل على طاولتك. فين؟ ناني إيغاكا ديم يا السرعة. طلعنا هي راح تحط الأكل يعني ولا إيش؟ تستهبل. ترى وضع أوه ماي جاد. أبغى أقول تراك شكاك أنت شك. والله إنه كلب هذا شكله هو اللي حط الأكل وهرب. يا أخي ذا وضعه غريب. إيه جاب الكاريوكي. ها بطاط؟ هذا أحلى. يقول لك هذا الطلب غلط لكنه أحلى غلط يا شيخ. يا أخي إيش وضعه ذا؟ Let's go. في أغنية ريست وفي لاست ديمون. خلونا ناخذ. ها إيش؟ في حاجة في البطاط؟ ماذا؟ What email؟ إيش فيه؟ يقول راسلني على الإيميل هذا. آه نظامك. أهداني أغنية؟ شكله أهداني أغنية. والله ما أدري بس يلا. لا أصبر. أوكي ذي الحروف. لا هذه الأغنية حقي. الله يستر بس منه. ألو ألو ماما. أي الغالي خرجنا خرج. أي ميوكا. أيوة يلا تعالي تكفين. إيش صار لها؟ يقول ما أبغى أروح. ليش إيش صار؟ ردي لا تجلطني. أوه ماي جاد نروح طيب ولا إيش؟ أوه ماي جاد كلهم روحوا. الله الكهرب طفي يا جماعة. أيوة اسمع صوتي هنا. جوال ثاني. وات هذا جوال صاحبتي. أوه ماي جاد إيش تسوي؟ إيش اللي صاير؟ هاي فين عليكن؟ هذاك خطفها ولا حاجة؟ ها هذا جوال ثاني واللي هو نفسه جواله. عسى كيف يا ولد ذا شكله حلم. شكلها نامت أكلت البطاط ونامت ولا؟ عسى كيف يا جماعة. أوه ماي إيش في؟ تقول ليش؟ إيش ليه؟ ليش ما ساعدتيني؟ دقيت عليك كثير. تأخرتي مرة. الغالي والله شكله حلم. يا أخي تكفون فكونا بالله. بالله فكونا والله ما أدري إيش أسوي. أرجع غرفتي. يلا يلا نرجع. أوه ماي جاد. حلم 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 حلم. أوكي حلم الحمد لله الحمد لله. شكل البطاط فيه منوم ولا البطاط أصلا ما في بطاط. هيا تبكي تقولي آسفة ليش؟ أرسلت لك صورة. هو لاحظ إني أرسلت لك هذه الصورة. أهربي منه. هو متوجه إليك. ها أي صورة يا بنت الحلال؟ تعبانة تقول تبغى الحمام. إنا لله خارجونا. إيش اللي صاير؟ الحمام هنا هنا ورا الحمام. أيوة أوكي بسرعة بسرعة أسرع حاجة وعلى طول حرك أهرب. صورة إيش يا أخي؟ أنا جاني داعك أبغى أعرف دحين إيش قصدها. أي صورة؟ أوه أرسلت لي الصورة. وات؟ أيوة المدرب. والله إني حسيت يا جماعة. والله إنه المدرب شكل سوالها حاجة وذحم متوجه لها متوجه لي. ما ترد. أيوة رد وفصل. أوكي والله لا ما رد أصلا بس أنا تفلسفت من راس. إيش أسوي من جد؟ ما أدري إيش أسوي يا جماعة. أهرب والله. أوه ماي جاد غطى الطريق. وهذه البنت مو هنا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب البنت نرجع لها غرفة العمال صح؟ إيش رأيكم؟ أنا أشوف هذا الخيار الأفضل. تكفين خليك هنا. تكفين تكفين خلي منك فائدة. مين هنا؟ ايش الكاميرات نتفرج يلا. طيب
اوه ماي جاد المدرب. اتصل على الشرطة الشرطة الشرطة. نعم وان وان. تكفون انقذونا. تكفون. الو؟ اوه الشرطة يقول لك 4 دقائق عشان يوصلون. لازم اسبن منه. هي. اوه ماي جاد 4. حرقنا والله حرقنا والله حرقنا والله حرق. اوه اسبن 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 هنا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد تكفى لا تضح. اسبن 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 ايوه. اوه ماي جاد تكفى لا يجي هنا تكفى. اوكي هو سمع القزاز انا دعست على ذا المشكله. والله شكله قرب لانه صوت النبضه تزي. وربي عجا وربي عجا. اوه ماي جاد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلوه يروح شويه واطلع ازبن في غرفه ثانيه صح. لا لا اسكتي اسكتي لا تفضحنا لا تفضحنا. وربي عجب. مسكني يقلع شكله. لازم لازم احاول تكفى مره ثانيه مره ثانيه. يا شباب غرف الكاريوكي مو كلها اقدر ازبن فيها. انا راح انتظر اصبروا خلنا ازبن هنا دحين. واو زبنت في اخر لحظه يا جماعه. اوكي يعني ما اقدر ازبن طول الوقت فاهمي. حرقنا. ابعد عن القزاز ايوه. ايش هذه الغرفه مقفله فينه ما ادري. وربي نحسني محشور يا شباب. لا 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 هنا 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 صح. اوكي اوكي فرصه فرصه خلينا نروح اهرب 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 روح الجهه الثانيه الجهه الثانيه الجهه الثانيه بسرعه. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اقلع شكله. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا جماعه وربي توتر مره باقي دقيقتين. اقلع شكله وربي يوتر. ازبن هنا ازبن هنا. اوه ماي جاد جاي صح يب جاي جاي جاي. ازبن 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 طعم التوتر وربي اكثر 4 دقائق كتمتني في الحياه. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شفتوه. اوكي اوكي خلونا لا انا ما اقدر ازبن وقت طويل. ايوه هناك هناك تشوفون ايوه روح كذا تكفى تكفى لا تكفى. هنا حشره هنا حشره. روح هنا روح هنا بسرعه. ليجي ليجي اهم شيء ليجي. دقيقه يا رب ما يجي هذه الجهه يا رب ما يجي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد بسرعة بسرعة روح هنا هذه الجهة. روح هنا روح هنا يلا يلا تكفى باقي دقيقة. أرجوكم أرجوكم يا جماعة والله إني خايف. شكله يحشر يحشر بالأماكن يا أخي. ما في إلا غرفتين أزبن فيها. حرقنا 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 ما أقدر أسوي أي شيء. أوه ماي جاد الله يقلعك يا كلب اللي مقلب كلب. عن الناس فلة في مقر فالكون يعني مقالب وتحديات فاهمي. والله ما ادري ايش اسوي ما ادري ايش اسوي. ايه زعل زعل ايش زعل انه ما لقيني. تكفى 20 ثانيه تكفى تكفى 20 ثانيه. تكفون تكفون يا اخوان يا رب يا رب. ايوه الشرطه الشرطه جايه الشرطه الشرطه يلا يلا 10 9 8 تكفى يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. لا 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 يجي لا يجي لا يجي بسرعه نقعد بسرعه 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 يلا يلا يس يس. اوه ماي جاد ايوه لما شفت الشرطه ارتحت يعني لما شاف الشرطه ارتحت مره. واخر وبعدها خلاص ما تتذكر الا انها كان صحيت يعني في المستشفى. ايوه اكتشفت ان المدرب يعني سوى مع اكثر من 10 طلاب يعني يمسكهم وذا. اوه ماي جاد شكلها هذه قصه حقيقيه. صاحبتي جت تزورني في المستشفى وقالت لي انهم مسكوه خلاص. اه والى الان مصدوم يعني في حاله صدمه وكذا من اللي صار. خلاص ما عاد تقرب من أي رجل في الحياة. مرت فترة طويلة وإيش؟
ودحين يعني شوي شوي بدأت تتحسن، لكني عارفة إنه يعني الخوف داخلها ما زال يعني ما راح إنتينج. انتهت يا جماعة ليكن، هذه شكلها قصة حقيقية والله، شكلها قصة حقيقية يا جماعة. بس شباب نوصل نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتم. والله يا جماعة أن اللعبة تخوف وشكلها يعني زي ما قلت قصة حقيقية ممكن أو شيء، فانتبهوا لنفسكم ويلا مع السلامة.